معنا عبر الهاتف من مدينة الباحة في السعودية أستاذ التمويل المساعد في جامعة الباحة الدكتور محمد سعيد المكني. دكتور مساء الخير، أهلا وسهلا بك معنا. بالرغم من أن البيتكوين عملة رقمية لا تملك رقما متسلسلا ولا أي وسيلة تتيح تتبع ما أنفق منها، أصبح اليوم التعامل بها رائج عالميا. بداية، ما أسباب ذلك وما أسباب هذا الارتفاع في قيمتها؟ أهلا وسهلا فيكم وأسعد الله مساءكم أهلا وسهلا جميع متابعين قناة الآن. لا شك انه عملة يعني بيتكوين هي كريبتوين، يعني حقيقة هي عملة الحقيقة غريبة وتقلباتها غريبة، والغريب في بيتكوين انها يعني زي ما انتم عارفين ليس لها مصدر ولا مستفيدين ولا، ونجدها يعني وفقا للمؤشر الموجود بترتفع ارتفاع هائل وغريب في خلال اشهر معينة. من ناحية اقتصادية الحقيقة لا نستطيع ربطها بجانب اقتصادي مباشر، لأن جميع العملات في كل أنحاء العالم تتأثر بالجانب الاقتصادي، لكن واضح من بيتكوين أنها تتأثر فقط supply and demand، فقط لا غير. العرض والطلب هو المؤثر الوحيد اللي أنا أشاهده وأعتقده، والدليل هذا لو رجعنا إلى مؤشر ارتفاع بيتكوين لوجدنا أنه في شهر أبريل بالتحديد حينما وافقت الحكومة اليابانية على قبولها طريقة دفع قانونية أصبح هناك ارتفاع كبير في العملة من 1500 إلى الرقم الذي وصلت له حوالي تجاوز 6000 دولار. طبعا هذا رقم كبير جدا، نعم، وغير يعني متوقع لعملة لا يعرف مصدرها ولا يمكن لأحد أن يثق الحقيقة في من المستفيد خلف هذه، أو من الحكومات أو الغطاء القانوني لمثل هذا النوع من العملات. طيب دكتور، إذا كنا لا نستطيع ربطها بجانب اقتصادي كما ذكرت حضرتك وهي تتأثر بالعرض والطلب، ما المستقبل المتوقع لمسار البيتكوين؟ أنا أعتقد الحقيقة يعني من وجهة نظر اقتصادية أنه عملة بيتكوين لن تستمر أكثر من 4-5 سنوات. لماذا؟ لأكثر من سبب رئيسي. أولا، هذه العملة رغم قناعتي أن المستقبل هو للعملات الإلكترونية لا شك، الدول الآن أصبح عندها تحول أنه لن أصبح مكلف عليها يعني تكلفة طباعة الأوراق النقدية، لكن النوع اللي أقصده من العملات النقدية الإلكترونية هي العملات التي تكون تحت يعني مظلة رقابية إما داخل الدولة أو على مستوى حتى مؤسسات النقد الموجودة في الدول. لكن ما يحدث الحقيقة في بيتكوين لا يمكن أن ينطبق عليه هذا الأمر، وبالتالي متى ما انتفت الحاجة للتعامل فيها من خلال أنه أصبحت الدول تصدر العملة الإلكترونية اللي هي ديجيتال كوينز، حيتجه العالم كله إلى أخذها بشكل صحيح وبشكل رسمي، وبالتالي سيتم الاستغناء عن بيتكوين وسنجدها ستتراجع بشكل مباشر. طيب المملكة العربية السعودية، نعم، إذا سمحت المملكة العربية على سبيل المثال، يعني مؤسسة النقد العربي السعودي أصدرت تحذير الحقيقة في شهر جولاي إنه البيتكوين هي عملة افتراضية لا تعتمد داخل المملكة العربية السعودية، وتحذر من إمكانية سوء استخدامها، لأنه هذا النوع من العملات الحقيقة الخوف إنه يستخدم في تحويل أموال للإرهاب أو إنه غسيل أموال أو أيضا تهريب المخدرات، نعم، فحقيقة خطيرة جدا التعامل في مثل هذا النوع من العملات. دكتور، في دقيقة من الوقت، في ظل هذا المد والجزر في قيمة هذه العملة، أيهما يعد أكثر أمانا للمضاربين أو المستثمرين، العملة الإلكترونية أم العملة البنكية؟ لا شك في الوقت الحالي لا زالت العملة البنكية هي الأكثر أمانا، نعم. أما إذا نظرنا إلى ناحية المضاربة من أجل الربح فالبيتكوينز يعني خير مثال، يعني تخيلي أن تبيعي أو تشتري ب2000 دولار وتجد هذا المبلغ بأشهر بسيطة يتضاعف مرة ومرتين. لكن الحقيقة يجب الحذر من هذا النوع من العملات اللي لا يعرف من المستفيد من خلفه، ما هو مصدره، ولا حتى أين يتجه. هذا خطير جدا. أتمنى حقيقة أنه يحذر، نعم، المستثمرين من هذا النوع من العملات. شكرا جزيلا لك لكل هذه المعلومات. حدثنا عبر الهاتف من مدينة الباحة في السعودية أستاذ التمويل المساعد في جامعة الباحة الدكتور محمد سعيد المكني.